طيب، شغلة كتير مهمة وهي موضع أسئلة، الموضوع هذا تحديداً موضع أسئلة، إنه بيجي بقول لك إنه بعطي لك إيجنت معين، مش أنت يفترض إنه أنت يكون عندك القدرة على تصميم إيجنت، بعطي لك إيجنت معين والمطلوب منك إنه أنت تحدد البياس تبعته. إيش البياس؟ أربع شغلات: performance measure, environment, actuators, sensors. تمام؟ يبقى must specify the settings for intelligent agent design. لما أجي أعمل design بدي أحدد إعدادات هاي الشغلات. بدنا نأخذ أمثلة: taxi driver, automated taxi driver, part picking robot, interactive, English tutor. الشغلات هذه موجودة في السلايد، يعني موجودة مذكورة عندك في السلايد، بس أنا بدي إياك تفكر معايا. تاكسي درايفر، كيف بدك تقيس الأداء تبعه؟ يعني تخيل حالك إنه أنا في الامتحان جبت لك قلت لك بدي إياك تعمل لي انتليجنت ايجنت بتحكم في كذا، بتحكم في درجة الحرارة، أو انتليجنت ايجنت بيعمل توصيل للمنازل، بيعمل كذا كذا كذا. كيف بدك تقيس الأداء تبعه؟ نيجي للتاكسي درايفر، كيف بدك تقيس الأداء تبعه؟ فكر فيها، أنت لو عندك سيارة وعطيت السيارة هذا لتاكسي درايفر، في آخر النهار إيش بهمك؟ الغلة والمخالفات وإنه السيارة سليمة وما أصاب حدا. بالضبط، تمام؟ فبهمك هاي الشغلات، إنه قديش جاب فلوس، وإنه ما يكونش مخالفات، وإنه السيارة سليمة، تمام؟ بالإضافة لشغلات تانية حنشوفها الآن، إنه يكون وصل الركاب بأمان، لأنه لو كانت الرحلة مش مريحة طبعا مش هيكون في ركاب، يعني ممكن انه ركاب انه يختلف معاهم والراكب انه هو ينزل انه يطلب منه انه هو ينزل. ايش الفائدة انه انا اركب في سيارة وبعد ما انا اخلص المشوار انه انزل وانا دايخ وانت تروح في يمين وشمال وتسوق بسرعة زي هيك؟ يعني فلازم تكون انه التريب كومفورتبل. طيب ايش الانفيرومنت؟ نيجي للإي، يعني حددنا البي هنا، تمام؟ إيش الإي؟ إيش الانفيرومنت؟ وين بيشتغل؟ على الطريق. وين إيش كمان؟ إيش البيئة اللي بيتعامل معاها؟ الترافيك، الركاب نفسهم، الكاستمرز، ممر المشاة، إنه في ممر مشاة وما فيش ممر مشاة، الأوتوستراد، طريق السريع، الطرق العادية، كل هاي الانفيرومنت. طيب بعدها إيش الأكتويتورز تبعته؟ زي ايش مثلا؟ الستيرينج ويل، عجلة القيادة، شو كمان؟ دواسة البنزين، دواسة هذا الغيار بالضبط تبع السرعات. ولو بدي افتح الباب للزباين او شيء زي هيك، كنترول. لا، بدك تحددها، بدك تعمل سبيسيفاي، بدك تعمل assumption. هيك في الامتحان بدك تعمل assumption، مش تقول لي controllers وخلاص، لا بدك تعمل assumption، بدك تقول انه الروبوت هذا بدي اياه يشتغل في environment معينة، هاي assumption تبعي، وهاي environment مواصفاتها كذا كذا كذا، وبقيس اداؤه بالطريقة الفلانية. تمام؟ انا بدي اشوفك كيف بتفكر في الديزاين، مش تقول لي انه لا زي هيك، لا بده يكون في details، خلي بالك من الشغلة هذه. طيب السنسورز تبعونه كيف؟ كاميرا اهم شيء. كيف الكاميرا؟ اكتويتورز اللي هو حجرة القيادة، دواسة البنزين، الهاند بريك، الأدرع تبعته اللي بده يستخدمها يسوي شغلات معينة، يفتح الباب يسكر الباب. ايش السنسورز؟ الكاميرا عشان اوبجكت ديتكشن. شفنا الاوبجكت ديتكشن في 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 اول المحاضرة، في اول محاضرة، انه انت عندك بتعرف انه هاي سيارة، هاي ترافيك لايت، هاي كذا، لازم يكون في عنده كاميرا من خلال، ولازم يكون في عنده كمبيوتر فيجن سيستم. ايش كمان؟ الجي بي اس، عشان انه يقدر يعمل نافيجيشن، وبده ايش عشان يشوف الفلوس هل هي صحيحه او لا، اما بالاشعه او بالضبط عشان اذا كانت باقيه. وبتحتاج كذلك انه سنسورز عشان تحدد المسافه بينك وبين السياره اللي قبليك والسياره اللي بعدك، سواء كانت سونار او انفراريد، المستخدم هو عاده سونار. تمام؟ طيب هاي سنسورز بشكل عام. نيجي للبارت بيكينج روبوت، ايش كيف تقيس الاداء تبعه؟ الروبوت هذا بالمناسبه انه بيشتغل على خط انتاج، والوظيفه تبعته انه يعني هي عباره عن ذراع زي هيك، بتاخذ البارتس وبتركبها، بتجمعها مع بعض. صار
عدد القطع المجمعة بشكل صحيح بيشمل كل اللي قلته. تمام؟ عدد، لأنه لما أنت تقول عدد الروبوت اللي بيخلص 10 ولا اللي بيخلص 20، اللي بيخلص 20 أسرع، فأنت بتقول سرعة، لا بينشمل في عدد القطع المركبة أو المجمعة بشكل صحيح. هذا البي. إيش الإي؟ المكان هو المصنع أو المكان اللي بيشتغل خط الإنتاج. الانفايرومنت بتعامل مع القطع. وايش كمان؟ الادوات البرودكشن لاين اللي هو البلت اللي هو الحزام هذا اللي بيمشي انت عندك في خط الانتاج. تمام. وايش الاكتويترز تبعته؟ العجلات تبعت الايدين اللي يمسك القطع وتركيبها سواء كان عباره عن يبقى الارم، هذه بنسميها الارم، ذراع. والارم هذه بيكون انه هي مركبه بجوينت بمفصل بمفاصل زي هيك. تمام. ايش السنسورز؟ بيحتاج كاميرا طبعا عشان يتعرف على البارتس ويشوف وين مكانها ويحدد الزاويه ويقدر يلتقطها. شو كمان بيقدر يجمعهم مع بعض؟ شو المسافه؟ بحتاج سنسور للزاويه تبعت بالضبط عشان يقدر يحدد انه هذه بدها مسافه هيك شويه ولا هيك شويه، انه عشان انه ياخذها فبده سنسور للزاويه. تمام. طيب نيجي للانجليش توتر سيستم. في حد جرب الإلسا يا جماعة؟ كيف الوضع؟ لا بدها سنسور لا لا كيف تجربتك في الإلسا يعني؟ الحلو فيها إنه بتعطيك مثلاً قديش مستوى إيش من النيتيف إيش المشكلة الأكس إيش الفاول إيش الساوندز اللي أنت في عندك مشكلة فيها في هل جبته بالضبط ولا في عندك مشكلة بسيطة ولا بالضبط مدمر؟ هاي نجوم 10 مرات أنا ما طيب يبقى إيش البرفورمانس تبع الإنجليش توتر؟ إنه قديش مستواك بيتحسن من وراء. كيف بقيس المستوى؟ كيف بقيس أداء المستعمل؟ المرات الجاية في نفس الأخطاء هل بتخلف الأخطاء؟ السكور تبع التست تبعي يعني أنا يعني أنا كيف بقيس إنه شو اسمه إنه يعني أدائي كمدرس خصوصي؟ لما مدرب بجيب مدرس الخصوصي عشان يرفع مستواي، إنه أنا كنت أجيب مثلاً في الرياضيات مثلاً 60 من 100 بعد ما جبت مدرس الخصوصي التوتر صرت أجيب 80 و90 و93 زي هيك. فبالتالي بتقيسه زي دائماً البرفورمانس إلجأ لكوانتيتي بتريحك. زي ما قلنا إنه الروبوت البارت بيكينج روبوت عدد القطع المجمعة خلص بتشمل فيها شغلات كتيرة. وهنا لما أجي أقول لك السكور إيش بيشمل، لأنه السكور تبع التست إيش بيشمل؟ ممكن يكون إنه أورال تيست، امتحان شفوي، إنه هو إنه بشوف الأكسن تبعتك أو وكمان ممكن بيشمل جرامر وكمان بيشمل كتابة. فبالتالي كل الشغلات كل البارتس تبعت اللغة الإنجليزية تم شملها في السكور تبع التست. فبتريح راسك وبتقول السكور تبع التست. هذا البي. والإي كيف؟ ما 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 إيش الانفام مع مين بتعامل؟ اللغة الإنجليزية والمستعمل. الطلاب المستعمل. تمام. هذا الانفايرومنت بده يكون بارع فيها ولا إيش الانفايرومنت مع مين؟ هذا سنسورز. فخلي بالك الأمور تدخل معاك. طيب ممكن نعتبر حاليا إنه هي فعليا الطلاب بس. تمام. لأنه أنت في عندك شغلات تانية في السنسورز والأكتويتورز. إيش الأكتويتورز تبعته؟ مايكروفون. إيش كمان؟ سبيكر. ماشي سبيكر عشان يسمعك الكونفرزيشن. شو كمان؟ شاشة. أكيد عشان هذا سوفت وير، خلي بالك مش روبوت، سوفت وير بينزل على يعني تابلت بينزل على شو اسمه. فبالتالي هو بيستخدم الشاشة عشان يعرض لك الماتيريال وبياخد منك التكست اللي انت بتكتبه من خلال كيبورد، باخد كذلك يعني السبيش تبعك من خلال مايكروفون وبسمعك الكونفرزيشن من خلال سبيكر. فكل هاي الشغلات عبارة عن اكشويترز. احنا خلطنا بين الاكشويترز والسنسورز بالمناسبة. السنسورز هي المايكروفون والسماعات
بس الميكروفون الاكشويترز اللي هي السماعات والشاشة تمام. اما السنسورز اللي هي الميكروفون والكيبورد او التاتش يعني برضو السكرين ممكن تعتبرها انه هي عبارة عن سنسور انه بيستشعر منك انه بالضبط. نعم تمام. هذا الكلام انتو هيو بتشوفوا ملخص عندك في السلايد يعني انه هاي التاكسي درايفر ايش مهمك. سيف فاست ليجل بدون مخالفات. سيف السيارة سليمة. فاست انه بوصل مش بضله يشوط لي يعني يمشي على مهله لا بدي ركاب اكتر. فاست كمفورتبل تريب الراكب بعد ما ينزل ما يشعرش انه هو مخضوض يعني تمام. ماكسيمايز بروفيت تمام. الانفيرومنت هل ممكن نعتبر انه اختيار الطرق الاقصر في التوصيل من ضمن البرفورمانس؟ ما هو دخلت مع الفاست انه انت كيف بدك توصله بشكل اسرع فبالتالي انه انت بدك تدخل الكوست. لا مش انه اقصر لا ممكن يكون انه هذا الطريق اقصر بس فيها زحمه يعني انت عندك هي من ضمن من ضمن السيستم عندك الجي بي اس تمام من ضمن السنسورز. طب ممكن هو الفاست انه يكون السرعه العاليه لا ما هو انت هدول الميجورز كلهم مع بعض بدك تاخدهم انه انتو كونسيدريشن انه يعني كعدة فاكتور كعدة باراميتر هدول كلهم بدك تحافظ عليهم لانه انت ممكن انه انت ترفع السرعة بشكل كبير فبيخرب على شغلات تانية ممكن يخرب على الكومفورتابيليتي وبالتالي بيخرب على البروفيت تمام. وكذلك ممكن يقلل السيفتي وكذلك ممكن انه يقلل او يزود المخالفات. فلا انا بدي في شغله في الاوبتمايزيشن انه انت بتعطي له كل البارامتر فبالتالي بوجد التوليفه اللي بتحقق لك يعني الماكسيموم في هذول كلهم. فهنا انه بيمشي على الطرقات وكذلك انه الترافيك ممر المشاة الزبائن نفسهم اللي هم الركاب ايش الاكشويترز اللي هي عجلة القيادة ودواسة البنزين اكسلريتور يعني التسارع والبريك الفرامل والهورن اللي هو الزمور وكل هاي الاشياء تمام. والسيجنال اللي انت يعني على سبيل المثال انه انت بدك تميل بدك تولع بدك تشغل الفلاشر الغمزات او ايش اللي بحكوا لهم الغمزات زي السنسورز كاميرا سونار عشان تحدد المسافة بين اللي قبلك واللي بعدك على يمين وعلى شمال. سبيدوميتر مقياس السرعة عدد السرعة يعني والجي بي اس تمام. اودوميتر اعتقد انه هو عداد الحرارة او الزيت او حاجة زي هيك. الانجن يعني باقي الانجن سنسورز بالاضافة لكيبورد لو انت بدك تدخل الديستنيشن تبعتك انه بتدخلها على الكيبورد على نظام النافيجيشن تبعك تمام. البارت بيكينج ريبورت روبوت كيف بقي البرسنتج اوف بارتس انكوركت بينز عدد الاجزاء اللي تم تجميعها بشكل صحيح. الانفايرومنت الكونفاير بيلت البيلت اللي هو الحزام هذا اللي الناقل كونفاير تمام. بالاضافه للبارتس والبنز تخيل البارتس والبنز اللي هي زي ما انت بتلبس حاجه في يعني في حاجه معينه يعني بتركب الاي سي في البن بالاسنان تبعتها في المكان المخصص فيها هاي المقصود بالبارتس والبنز. الاكتويترز الجوينت ارم والهاند والسنسورز الكاميرا والانجل سنسور للزاويه تمام. الانجليش توتر اللي هو البرفورمانس ميجر انه بده يعمل ماكسمايز للستودنت سكور في التست والتست زي ما حكينا بيشمل اجزاء عديده من اللغه اللي هو كتابتك والجرامر تبعتك والكونفرزيشن انه كمحادثه انه كاكسنت وكشغلات زي هيك طريقه النطق تبعك. الانفايرمنت مجموعه الطلاب والاكشويتر ديسبلايز بالاضافه للماتيريال اللي بعرض لك اياها على الشاشه التمارين السجستشنز لانه يعني انت بتكتب بلاقي عندك غلط في الجرامر بروح بصحح لك اياه السجستشنز والكوركشنز.
سنسورز كيبورد ومايكروفون. تمام. الان بخصوص الانفايرمنت تايبس بدنا نحكي عنهم المحاضره الجايه ان شاء الله، بس بدنا يعني انه خلي بالك انه احنا هنا في البياس انه يعني انه بدنا نحدد واحده من الشغلات الانفايرمنت، صح؟ الان الانفايرمنت هذه برضو من محل الاسئله، انه انا اسالك ايش طبيعه الانفايرمنت لهذا الايجنت اللي بده يشتغل فيه. طبعا الانفايرمنت عشان تحدد النوع تبعها في عندك عده اشياء بدك تطلع عليها، عده فاكتور اللي هي ايش هاي، انه هل الانفايرمنت فولي ابزورفبل ولا بارشلي ابزورفبل، هل هي ديترمينستيك ولا ستوكاستيك عشوائيا. الديترمينستيك محدده، هل هي ايبيسوديك عرضيه ولا سيكوينشال، في تسلسل وتتابع في الاحداث وكل حدث له علاقه بالحدث اللي يليه. هل هي ستاتيك ولا دايناميك، هل هي ثابته ولا فيها حركه فيها حيويه. تمام. ديسكريت ولا كونتينيوس، انت في عندك في السياره ثلاث سرعات ولا انت عندك السرعه من 0 ل 100 والسرعه ممكن تكون ريال نمبر بين الزير والمية في يعني at any time، فبالتالي انت بتاخد السرعة في الريال تايم، ولا انه انت بتاخدها كل فترات مثلا وانت بتاخد يعني decision على هذا الاساس. هل single، هل الايجنت هذا انه single ولا multiple agent بيشتغل في الانفايرومنت هاي، فهذا الكلام حناخده بالتفصيل واحدة واحدة المحاضرة الجاية ان شاء الله. تمام. فقدر لو بس انا بدأت تكست او اشياء زي هيك ممكن تحكي بالبرفورمانس ميجرز تبعهم بالخطا. بالضبط. انت في عندك في السبيش ريكوجنيشن في عندك متريك ستاندرد بيستخدموه اللي هو وورد ايرور ريت دبليو اي ار، هذا كل ما دام ايرور كل ما كان اقل بيكون احسن، فبالتالي انه انت ممكن انه تقيس الايجنت هذا وتقيس الايجنت هذا انه ايش البرفورمانس تبعه بناء على المتريك هذا. تمام. في اي سؤال يا شباب؟ في اي استفسارات؟ يعطيكم العافيه. كيف؟ في واجبات احنا حكينا انه الواجبات حدي لك طول وتعمل اسايمنت على هاي الطول، يعني شغله ستريت يعني فيش فيها لف ودوران.